بنتكلم على فترة زمنية تقريبا 2200 سنة. ناتج حفر خلسة، إدارة الآثار المستردة المنشأة في وزارة الآثار قدرت، مش هتكلم على من سنة 2002، أنا هتكلم بس عن السنتين اللي فاتوا، قدرت تسترد آلاف القطع الأثرية اللي طلعت بطرق غير شرعية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صحوة غير عادية في هذه الإدارة، بتتابع اللي بيدور في أي مزادات في العالم والحاجات اللي بتعرض بطرق غير شرعية. لما تفضل معالي الوزير الدكتور خالد العناني وحكى قصة الختم ملحوظة كانت قوية جدا من إدارة الآثار المستردة بالتعاون مع مكتب النائب العام المصري، مكتب النائب العام الأمريكي، واتشافت الملاحظات القوية دي بالشهادة المزورة اللي قالت مايو 71. الختم ما كانش موجود في مايو 71، الاسم ما كانش موجود في مايو 71، فكانت ملحوظات مهمة جدا. تفاصيل سرقته وتفاصيل طلوعه حاليا تحت التحريات في مكتب معالي النائب العام المصري، فاسمحوا لنا مش هنتكلم على التفاصيل دي قوي لغايه فيما بعد، بعد الاعلان عنها هنقول قصتها الحقيقيه. لو بصينا على مطرح القدم هنا للتابوت الخشب المذهب، ده مش فقد واضح، لما طلع من عشرات السنين يمكن ولا اكثر اقل الله اعلم، لما طلع حصل ضغط في ماده الكرتوناج، يعني الليد لو نبص عليه من تحت هنلاقي القدم هنا مضغوطه من جوه. ما كانش فيه مومياء. اسم صاحب هذا التابوت موجود هنا، نجم عنخ والتايتل الوظيفي بتاعه، الوظيفه اللي شغالها ككاهن. المكان اللي طلع منه اغلب الظن منطقه مصر الوسطى، والتحريات هتجيب اكتر المكان بالظبط كان فين. خوابين الخشبيه موجوده هنا بجانب التابوت اللي كانت بتثبت الغطاء مع البيز مع القاعده. المتروبوليتن قاموا بعمل ترميم اولي. القاعده بتاعه هذا التابوت عملوها في فايبر لحمايتها، حساس جدا التابوت، لكن الحمد لله مبسوطين جدا انه وصل التابوت بهذه الحاله، وهيستمر زي ما تفضل معالي الوزير وقال انه يستمر معروض هنا في مصر باذن الله تعالى. الزميل الفاضل الاستاذ شعبان عبد الجواد رئيس الاداره المركزيه للاثار المسترده هيتكلم مع حضراتكم كلمتين عن تفاصيل هذا الموضوع اللي بدات زي ما تفضل معالي الوزير وقال من 2017.